الشامة ما منهم سلامة، ما منهم سلامة، رجال النشامة يضعون في القارة الآسيوية الشامة، يكتبون عليها اسم الأردن، اسم العز، اسم الشموخ. بشوف على طول أيهم الرفاعي بسرعة للأمام، دخول وخروج، دخول، الله الله، يا الله، الهدف الأول لمنتخبنا الوطني أيهم الرفاعي. الرفاعي يعوض الفرصة المهدورة في الدقائق الأولى من المباراة، والآن يسجل الهدف الأول لمنتخبنا الوطني. برافو أيهم الرفاعي، هو من سجل ومن زار شباك المنتخب الفلسطيني في الدقيقة 12 من الأحداث الأول. شوف العرض البطيء، الخروج من الأول والثاني والشباك والمرمى الخالي من الحارس تماما اللي هو عبد الله عباسي، هدف أردني في الشباك الفلسطيني على طول. شوف العرض البطيء، أيضا هدف جميل وبذكاء وسرعة وانطلاق، وبرافو للاعب السريع اللي هو أيضا أيهم الرفاعي. أيهم هو من دائما هو من يسجل، وبرافو أيضا لمنتخبنا الوطني، بداية إن شاء الله موفقة. دقيقة 13 المباراة في أولها، وإن شاء الله المزيد لمنتخبنا الوطني. على طول رأسية مقطوعة تذهب في الجهة اليمنى.